عندنا ام علي من اساسيات رمضان ولازم نعملها. ام علي اساسها كان الرقاق، طبعا طلعوا حاجات كتير جدا وحسنوا منها كتير جدا، وحطوا بقى باف باستري وحطوا كرواسون وحطوا. تعال نرجع لاصلنا وهو الرقاق الناشف اللي عملته الحاجه ام علي زمان لما قتلت شجره الدر، فاكرين؟ هو ده. مش عارف القصه؟ احكيها لك. حلو. حكايه ام علي يا اولاد. ام علي دي كان ايه؟ كان دره شجره الدر اللي كانت ملكه مصر، وبعدين عرفت ان شجره الدر قتلت مين؟ قتلت جوزها اللي هو مين؟ جوز الست برضه، ما هم ضراير. فصممت ان هي ايه؟ تقتل شجره الدر، فقعدت تحاول لغايه ما سلطت عليها ناس كتير وقتلوها بالابائيب في ايه؟ في حمام السباحه بتاعها. مهم، فراحت عملت ايه بقى عشان فرحانه قوي وتوزع على الدوله، وفرحانه بقى انها خدت بتار جوزها وان هي قتلت اللي قتله، راحت موزعه الرقاق باللبن، عملت رقاق باللبن بالسكر وراحت مفرقاه على كل الناس اللي هو سموه ام علي، ام علي اللي هي عملته ده. هو شفتوش الفيلم ولا ايه؟ في ايه؟ لا لازم تعيد تتفرج عليه تاني. ما ينفعش. ده فيلم بحاله، فيلم وثائقي. تمام، دي حكايه ام علي. ام علي بقى ايه؟ شفتوا اتعمل ليه بقى؟ من فرحه الست ام علي اللي عملته رقاق باللبن ووزعته على كل اللي حواليها فرحه بانتظارها على شجره الدر. تمام؟ كسرنا كده اهو. كسرت بقى الست الرقاق وحطت للايه؟ لبن عليه سكر وراحت موزعاه. هنحط اللبن وقع مننا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ام علي زعلت ولا ايه؟ جاوب سالتي ليه؟ وعليها التحليه معلقتين ثلاثه بقى، يعني كده زي ما بتحب تحليه السكر ايه؟ بس يعني كل كوبايه معلقه سكر كبيره حلوه. تمام، طبق الجيران اهو عشان يبقى ايه؟ قرايبك اصحابك بقى اي حد. هنا انا بسخن اللبن وهحط عليه السمنه. حط بقى ايه؟ جوزين طبعا. ام علي ما حطتش جوزين ولا الكلام ده، احنا اللي بنحط. هي كان لبن وسكر و رقاق ناشف وسكر ولبن فقط لا غير، وحتى القشطه عشان تعمل لي وش حلو. واروح نازله باللبن السخن. ادينا كده حطيناه اهو، كسرنا الرقاق، حطينا عليه دوبك قشطه بس، قطعه قشطه واللبن بقى اللي فيه كل حاجه، فيه السمنه وفيه السكر وفيه الايه؟ سمنه والسكر. بس يعني هنا لبن وسمنه وسكر، وهنا الايه؟ القشطه والرقاق متكسر. مش حطيت شويه جوز هند وحبه تحط زبيب؟ حط زبيب بس من تحت. تمام، بس وراح مدخلاها الفرن بقى، هتقعد تستوي حوالي نص ساعه او اقل، يعني ما تستنيش لما تحسي ان هي مسكت نفسها، لا دي بس وشها بس كده ايه؟ تشرب شويه من اللبن شويه، لانها بتكمل شرب بره والوش يحمر. خلاص طلعيها سيبيها، هتلاقيها هي كلها بقى ايه؟ اتشربت. بس يا باشا ما تنشف. تمام،